هادي لبيك. وش تعلمت او ابرز شيء تعلمته خلال تجربتك البرنامج؟ الصبر. عطني فائدة استفدت منها خلال وجودك في البرنامج. استفدت اشياء واجد كثيرة بشيء منها الصبر، التأمل، العزيمة. التأمل في ايش؟ التأمل في الجهة القبيحة اللي هي علي. لازم اتأمل سبحان الله قبح بعض الوجيه عشان اعرف النعمة اللي انا فيها. شكرا. لازم. وغير كذا الله يعافيك بس يعني والحمد لله اكتشفت بعد اخويا. شكرا. استفدت من برنامج الجماهيرية وكل شيء طيب والحمد لله والشكر الله يجعلنا عن حسن ظنهم ان شاء الله. القناة لها فضل كبير على ضحى الشمال. لها فضل كبير كبير ورحيم. شكرا لك. نايف ابرز شيء تعلمته في تجربتك البرنامج. للأمانة ما تعلمت قد اني تأكدت ان الحياة الواقعية افضل من الحياة الافتراضية. حلو. مرحبا سياف. سياف ابرز شيء تعلمته من البرنامج. والله شوف تعلمت الصبر وعدم الانفاق. اوكي ابو هشام ترى طالع في الباك جراوند بس ما عليه عادي هو يجمل المقطع. طيب اسلم. وشو اقول عاد ابو هشام في تصوير؟ اقول ابو هشام في تصوير ترى بتطلع بالفقره. وانا مش انا من بني ادم. لا والله انا اكون سياف. ارحب يا اقول تعلمت الصبر وعدم الانفاق. سلامتك. صملت الله الله. يا سلام يا سلام والله يستاهل ابو هشام تصفيقه برضه. طيب